كل أول مرة بحياتي بطلع أنا وبحكي، بس عم بحكي من حرقة قلبي وقلب فنانين لبنان ومثقفين لبنان وشعراء لبنان وديزاين لبنان وكل مين له علاقة بثقافة بلبنان. حبيبات قلبي، انتو بتعرفوا بالدنيا في سبع، في سبع عجائب، عجائب الدنيا السبعة، بس اللي عنا بلبنان عجيبة جديدة طلعت، عجيبة الثامنة بدكم تقولوا، وهي حبيبة قلبي مثل ما بتعرفوا بكل أقطار العالم الفنانين والشعراء والأدباء والسينمائيين والتكنسيين وكل شيء لهم نقابة، وهنا أعداد هيدي بتبقى تدافع عن حقوق أعضائها، ونحن الفنانين بلبنان والممثلين بالأخص لنا 50 سنة، 50 سنة من ماضي ومنكافح لحتى ناخد هالحق اللي قلنا انه هالفنان اذا مرض، اذا صار له شيء، اذا صارت له مصيبة يقدر نعاطه، تقدر تساعده، ما نحن ما في دخل، والدولة ما بتساعد، الله يساعد، الدولة بتساعد بتساعد اللي هن موظفينا والفنانين والمثقفين تبعينا والنواب. المهم يا اخوان شوفي، صرنا 40 سنة نشتغل على هالقانون لحتى خدناه، ويا ريت خدناه كامل، ما خدنا منه 10%. المهم مش شو هي 10%؟ انه اذا اجى فنان اجنبي من بلد تاني ليشتغل بلبنان فبيدفع 10% لصندوق التعاضد اللي فيه كل هالنقابات. فنحن بهالبلد هاي قايمة الدولة الحمد لله عطتنا هالقانون، هلا في بعض النواب قايمين انه لا هذا ما لازم تعطونا هالقانون للفنانين، ففي داعي لازم يوقف هذا، كيف بده يجي الفنان يغني هون ويحط 10% من مدخوله؟ ما نحن عم ندفع الممرور لبرا، ندفع 20 و30 و40 بسوريا وبمصر وبالاردن وبالخليج، حتى بالخليج بدك تدفع ضريبه للفنانين. المهم قايمين على بعض النواب، يا ريت بنعرفهم، بدنا نعرف اسمائهم لحتى نعطي اسمائهم لكل الكره الارضيه اللي فيها نقابات فنيه ويعرفون اذا اجوا على هالبلد وفي حفله او في تمثيليه او في مسرح او في اوبرا يمنعون يدخلوا، لانه معه ضد الفن وضد الفنانين. حبيبات قلبي، نحن ما عم نطلب شيء غير، نحن عم نطلب حقنا، وبطلب من كل انسان يسمع الصرخه هيدي يأيدنا فيها ويوقف معنا.